اي فريق موجوده. بدانا بدايه جيده جدا النهارده، قدرنا ننهي المباراه في الشوط الاول من خلال ثلاثيه الشوط الاول. اكيد طبعا انت بتلعب لعبه تجاري، يعني خلينا المكسب التجاري بالنسبه لفرقه النادي الاهلي في الوقت الحالي ضروري جدا، تقتصد فيه الجهد، تقتصد فيه استنزاف اللاعبين يطلعوا من غير اصابات، كل لعيب بياخد وقت وبياخد مده معينه من اللعب، وده مدرب الاحمال زي ما اتفقنا هو اللي مخصصها مع كولر المدير الفني، ودي نقطه مهمه جدا يا كابتن ايمن، انك ازاي تخرج من المباريات باقل جهد في الوقت اللي انت فيه، لانك انت لسه عندك عندك مباريات لسه مؤجله كتير، انت داخل في الماتش مثلا فاضل لك حوالي من خمسه لست مباريات يعني، على وبعدين تخش بقى في المباريات الحاسمه للدوري. ولكن انت النهارده انا شفت حاجه مهمه جدا، ان النادي الاهلي بيكسب رغم التغييرات الكتيره اللي كانت في الملعب، ورغم انه يعني اقتصد مجموعه من اللاعبين مهمين جدا في الوقت الحالي لفرقه النادي الاهلي. يمكن كل الناس لما خلينا نبقى منطقيين يعني، لما شفت التشكيل في الشوط الاولاني اكيد الناس ما كانش متخيلين ان ممكن تجيب 3 اهداف في الشوط الاولاني يعني بالسرعه دي، لان المعطيات بتاعه الملعب فيها حته نص الملعب حته مدافعين اكتر من انهم هجوميين. ولكن زي ما اتفقنا الهدف المبكر بيربك اي فرقه تلعب النادي الاهلي، لانه اتكلمت قبل المباراه وقلت اهم حاجه الهدف المبكر غير الهدف واستغلال الفرصه. طبعا استغلال الفرصه. النادي الاهلي دايما يا كابتن شريف لما بيلعب اي فرقه في مصر، بكلمك في مصر ويمكن معظم فرق افريقيا، لو جبت الهدف الاولاني بيحصل عندهم اضطراب شويه. ليه؟ لانه اكيد الفرقه اللي بتلعب النادي الاهلي بيحط البلان الاولاني، وده اهم حاجه انه يدافع في ثلث الملعب الاخير. والحته الرقم 2 التطوير الهجومي بتاعه، التطوير الهجومي بتاعه لما بيجي يعمله بتلاقي حريه لعيبه النادي الاهلي ممكن يحرزوا اهداف اكتر. عشان كده لما اتكلمنا، ويمكن الكابتن ايمن اتكلمت معايا في الامر ده يا كابتن ايمن، انه احنا هل المدرب يطلع ينزل بالقوه الضربه ولا الضربه بالزبط بتاعته في البدايه، ولا ممكن يعني الافضل يشيل اللاعبين؟ وانا يمكن رديت عليك ولو فاكر الرد، قلت لك يا كابتن ايمن دايما الفرق الكبيره بيبقى عندها شقين. الشق الاولاني اي لعيبه بتلعب بتبقى عندها القوه القويه جدا في البدايه، وحتى لما بيجي يغير بيغير موجات التغيير عنده بتبقى عنده فرص كتير. مش كل فرقه تمتلك العدد اللاعبين اللي ما شاء الله عند النادي الاهلي. يمكن اقول لك حاجه، فاكر لما قلت لك اي مدرب بيشتغل في النادي الاهلي بيبقى لقي محظوظ، محظوظ في حاجتين يا كابتن ايمن، يعني لازم 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 نتفق عليها طول تاريخنا. محظوظ بإدارتنا دايما، تمام، يديك الحريه الحريه الكامله في العمل، والحساب اخر الموسم ما بيحاسبكش بالقطعه. الحاجه الثانيه المهمه، ما بيتحشرش في شغلك، تمام، او كل واحد بيشتغل شغلته. حتى اقول لك حاجه، حتى انا احيانا بقول يا رب نغير الفكره دي، بس يمكن سياستنا دي ليها مصالح اكتر. اللي هي انهي فكره؟ انه دائما المدرب ما يطلقش ايديه كل حاجه في مشي وقعد اللاعبين، لكن الفكره بتكمن في ايه؟ انك انت بتدي الثقه للمدير الفني. الحاجه الثانيه بتجيب له افضل عناصر ممكنه في المكان اللي انت فيه. راجع على ايه؟ لحاجتين، استقرار. الحاجه الثانيه انت بتتكلم على احترافيه كامله. اي حد بمجرد انك تتفرج على النادي الاهلي وتسال سؤال، ان الحمد لله يعني بتكسب، وبعد ما تكسب بتنسى المكسب لانك عندك هدف المكسب التاني، ما بتديش فرصه لنفسك انك تفرح. معظم فرق مصر او المنافسين لما بيعملوا انجاز بيركلوا ليه شويه، الا النادي الاهلي لانه الانجاز عندك عادي. عشان كده بقول لك المباريات المؤجلة للنادي الأهلي، إنك تخرج من مباراة لمباراة. يعني أنا النهاردة سعادتي في المباراة إيه؟ مش في عدد الأهداف،
في راحة اللاعبين. دي اللي أنا ببص لها، لأني ما بعد الثلاثة صفر أنت بتفكر في القادم، أنت إزاي تدي الأزمنة بتاعت اللاعبين، إزاي اللاعبين كل وقت تريح مجموعة من اللاعبين، إزاي المهمين اللي عندك يا كابتن أيمن، في لاعب مهم عندك أنت بتريحه علشان عايز منه مش المباراة القادمة، ممكن تكون عايز منه المباراة التالتة. في بداية الاستوديو برضو قلت لك كلمة مهمة، قلت لك الوقت ده مفيش محدش أو أي محلل لو في ظروف زي كده اوعى تتكلم على تشكيل لأنك أنت مش شايف، اوعى تتكلم على طريقة لعب لأنك أنت مش شايف. هتقول لي المفترض أن الفرقة بيبقى عندها طريقة لعب واحدة، لا، طب ما أنا أقول لك طريقة اللعب بتتناسب مع أفراد معينة أنك تلعب بيها عشان تلعب طريقة لعبك، صح؟ طب أنت لما بتلعب بلعبة اضطراري أنك أنت بتريح وبتعمل، ممكن طريقة لعبة أخرى تساعد اللاعبين، ولكن في آخر الأمر أنت وصلت للثلاث نقاط النهاردة، ودي حاجة مهمة جدا. وأكيد أنت بتفكر لأنك عندك قد إيه وقت، إحنا نلعب الخميس بتهيألي، نلعب بعد ثلاث أيام برضه. لا مش ثلاث أيام، ما بيعتبروش ثلاث أيام، يعني أقل من 72 ساعة، يعني أقل من 72 ساعة. وبعدين خلي بالك أنت بتروح يعني يومين والتالي، والحاجات دي كلها بتبقى في وقت زيادة كتير قوي يا كابتن أيمن. أنت في ظروف صعبة 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 للغاية، مش صعبة من الناحية البدنية بس ولا الناحية الذهنية، صعبة كمان على اللي بيقود. أنت بتقود إزاي، هتلعب ده وتلعب مين وهتعمل ايه الماتش الجاي وهتفكر في الماتش التالت ازاي، يعني حاجات مزدوجه كتير قوي. انت لما تيجي المدرب او الجهاز المساعد بتاعه، وعشان كده مفيش فرقه بيديرها واحد ولا اتنين ولا تلاته، انت مجموعه ناس بتدير فرقه. كره القدم صناعه في الوقت الحالي، التيم اللي بيدير كره القدم او بيدير فريق كوره في وقت فريق بطل، انا ما بكلمكش سهل جدا نقود فريق، لكن تقود فريق بطل طول الوقت بيلعب على المكسب. انت واخد بطولات، انت واخد بطوله افريقيا، خلاص اتنست طبعا، اتنست بجد تاني يوم، اتنست ايوه تاني يوم. يعني احنا ما بنذكرهاش ومحدش عندنا بيذكرها. انت عليه عشان عندك هدف تاني، بطوله الدوري بطوله مهمه. انا بقول على اللعيبه دي ان هي ابطال، يعني من وجهه نظري بيتحملوا كتير، شغلهم ومحظوظين بيلعبوا في نادي كبير وكل حاجه، لكن في جهد، في جهد وفي جهد كبير وفي حرمان، ولو ما حرموش نفسهم في الوقت ده، الوقت ده صعب عليهم. ونصيحتي ليهم ان هم يعيشوا للدوري الاسبوعين الثلاثه او الخمس اسابيع الجايين. بالنسبه لأنا بكلم على لعيبه النادي الاهلي، لازم تريح نفسك قوي لانك هتعمل حاجات فوق طاقه اي لاعب. صحيح صحيح كابتن بلال، الف مبروك، فوز كبير. النادي الاهلي فرض سيطرته من بدايه المباراه حتى نهايتها، هنشوفنا النهارده مكسب واداء.